السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. خلينا نتكلم عن ترتيب فرق الدوري الجزائري، البطولة الجزائرية الاحترافية الأولى من بوليس، وترتيب الهدافين بعد. كان عندنا النهاردة مباراتين في الجولة 21، كانوا مؤجلين من الجولة 21 في الدوري الجزائري. المباراة الأولى مباراة شباب بولزداد أو شباب رياضة بولزداد، فاز على شبيبة سكاكدة على ملعب شبيبة سكاكدة 6-0. احرز الاهداف حسين سلمي في الدقيقه 17، هشام حسام الدين في الدقيقه 32، وهشام حسام الدين في الدقيقه 33، خير الدين مرزوقي في الدقيقه 42، وامير سعيد الدقيقه 43، وامير سعيد الدقيقه 64. المباراه الثانيه اولمبي الماديه تعادل امام مولوديه الجزائر 1-1. احرز هدف اولمبي الماديه بوزايد دعداش في الدقيقه 73، وهدف مولوديه الجزائر عن طريق سامي فريوي في الدقيقه 69. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الجزائري ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، لاول مره تجرب في القناه انزل اشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب، واعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار باذن الله تعالى. متصدر ترتيب فرق الدوري الجزائري في المركز الاول وفاق رياض ستيف برصيد 50 نقطه، اتخصم منه نقطه واحده. شبيبه الثوره المركز الثاني ب 46 نقطه، اتخصم منه ثلاث نقاط. مولوديه وهران المركز الثالث ب 44 نقطه. شباب رياض بلوزداد المركز الرابع برصيد 43 نقطه. شبيبه القبائل المركز الخامس ب 41 نقطه. كله لعب 24 مباراه ما عدا شباب بولزداد وشبيبه القبائل، لعبوا 23 مباراه. بعد كده في المركز السادس برصيد 39 نقطه اتحاد الجزائر في المركز السادس ب 39 نقطه من 24 مباراه. اولمبي الماديه المركز السابع برصيد 37 نقطه. مولوديه الجزائر المركز الثامن برصيد 36 نقطه من 23 مباراه. النادي الرياضي القسنطيني في المركز التاسع ب 36 نقطه. نادي براد المركز العاشر ب 34 نقطه من 23 مباراة. جمعية عين منيلة المركز الحادي عشر ب 31 نقطة، تم خصم ثلاث نقاط. اتحاد بسكرة المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة. جمعية اولمبي الشلف او الشلف في المركز الثالث عشر برصيد 13 برصيد كام؟ 27 نقطة. سريع غليزان المركز الرابع عشر ب 23 نقطة، تم خصم اربع نقاط. نجم مقرة في المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة. نصر حسين ضاي المركز السادس عشر ب 21 نقطة. وداد تلمسان المركز السابع عشر ب 21 نقطة. اتحاد بالعباس المركز الثامن عشر ب 18 نقطة. شبيبة سكاكدة المركز التاسع عشر ب 17 نقطة. شباب اهلي برج ابو عريج المركز العشرين والاخير ب 14 نقطة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الهدافين اللاعب بلال مسعودي في المركز الاول، لاعب شبيبة الثورة ب 16 هدف. في المركز الثاني محمد الامين عمرو لاعب وفاق رياض ستيف ب 12 هدف، تساوى معه امير سعيود لاعب شباب رياضي بلوزداد. والمركز الثالث هشام الدين حسام الدين خلف الله ب 11 هدف، لاعب شباب بولزداد سجل معاهم 3 اهداف، وسجل مع اولمبي الماديه، غالبا مكمل دلوقتي مع اولمبي الماديه، سجل 8 اهداف او مع شباب بولزداد يعني. سامي فريون تساوى معه في المركز ايضا الثالث ب 12 هدف، ب 11 هدف اسف، لاعب مولوديه الجزائر. بعد كده في المركز الرابع حمزه بلحوه لاعب شباب رياضي بولزداد ب 10 اهداف. والمركز الخامس عبد الفتاح اسماعيل بالقاسمي ب 8 اهداف، لاعب اتحاد الجزائر. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.